جماهير الترجي جماهير الترجي عندهم لوم على الحاج منصور بن سعيد اللي هو ولدهم اللي انت ولده. طبعا عندهم لوم. اي ماكش مدافع شرس على الترجي الرياضي التونسي، ما تدافعش بقلبه رب كما يقول. ربي يعلم، اما ما ندافعش على الغلط، ندافع ما غلط احنا عملناه، احنا جمهور الترجي. انا تو راهو برشا صحفيين يضحكوا عليه، انا ما نقعدش مع صحفيين، انا نقص سكرتي بفلوسي ونقعد مع جمهور الترجي. اما كي نبداو احنا غلطين، كي احنا نشحلوا الفلام، كي احنا نضربوا بالحجر، كي احنا نرميو الشماريخ ونعرفوا روح احنا اللي احنا عرضه للعقوبه، عاد ما عادش تولي تحب الترجي. هاك تكره الترجي انت، شد داركم. هاني انا ما عادش نمشي للاستاد برش عليه، هي خاطر ننفعل ونشد دارنا، ننفعل نشد دارنا، نعرف روحي باش نتحكم في روحي، فهمت؟ نمشي للاستاد، اما نمشي للاستاد باش نضر الترجي على اساس قالوا انا نحبه، وين تحبه يا ولدي؟ يعني بالنسبه ليك ما دافعش على جمعيتك ظالمه ولا مظلومه؟ ندافع على جمعيتي ساعه كي تكون مظلومه وكي تكون ظالمه بنسب. لازمش تكون ظالمه برشا، ما نلوحوش الشماريخ ولوحوا دبابز ولوحوا الحجر وبعد ايش نقولوا ظلمونا. مش ظلمونا، يكرهونا. يا جمهور الترجي خلينا تو من الكوزينة نتاعنا ما نتكلموش عليها، توانسة في بعضنا ناكلوا بعضنا ونبوسوا بعضنا ونشربوا قهوة مع بعضنا ونشيشوا مع بعضنا. أما كي نلعبوا تحت راية الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم، نردوا بالنا، راهم يستناو فينا في الدورة، راهم ما يحبوناش.